اكو جنرال بارستولوجي اللي هو علم يشمل كل الطفيليات study the parasite and their relationship to their host اللي هي طفيليات قد تصيب الحيوانات او تصيب النباتات او تصيب اي كائنات اخرى. احنا اللي يهمنا من هذا البرانش of parasitology هو الميديكال parasitology that deals with the parasite that infect the human, the disease they produce, response generated and various methods of diagnosis and prevention. هذا هو اللي يهمنا كون احنا طلاب كلية الطب. زين، سؤال نفكر به شويه، why do medical students need to learn parasitology؟ ممكن اسمع اجابات؟ الو دكتور، لان هو الباراسايت ريليتد تو مين ديزيز ذات انفكت هيومن. حلو، بعد اجابه اخرى؟ وممكن يعني سم باراسايت نقدر نستخرج منها ادويه. شوي بعيد علينا. ركز بالسؤال. Medical students need to learn parasite. Why؟ أنت كطالب طبي ليش تأخذ مادة الباراسيتولوجي؟ ذكرت حضرتك بأن أكو طفيليات تصيب الهيومن. أوكي. هواي أكو ديزيز يعني وأمراض تصيب الهيومن. مو بالضرورة يعني يأخذها الميديكال ستودنت كورس مكتمل. أكو إجابة أخرى لو نستمر؟ ماكو، لأنه الباراسيتولوجي والإصابة الطفيلية عالميا موجودة والحد الآن منتشرة، عند يسموها neglected tropical disease اللي هي أكو إصابات تتراوح ما بين 107 مليون والريسك 4 بليون بالنسبة للإسكارس اللي هي تعرفوها دودة الإسكارس، وكذلك بالنسبة لباقي الإصابات الطفيلية مثل الهوكو والمشستسوما والفيلاري والتراكوما. لاحظوا الأرقام اللي تلاحظوها أرقام كبيرة وواسعة، إذا مو فد ديزيز أو أمراض ممكن نهملها، لذلك نركز عليها إحنا، وخصوصا في المناطق اللي يكون الهايجين يكون قليل أو بشكل عام الإصابات بعدها موجودة والطفيل يكون متواجد. صالح نتعرف عليه من خلال الباراستولوجي راح يمر علينا كل شيء هواية اللي هو الزونوسيس. شنو كلمة زونوسيس؟ Zoonosis is the disease that and infection which are naturally transmitted between the vertebrates, animals and human. يعني يسموها الأمراض المشتركة ما بين الحيوانات وما بين الإنسان. راح تلاحظون معظم الطفيليات اللي راح نمر عليها راح تكون هي من ضمن الزونوسيس. والزونوسيس طبعا تقسم حسب التقسيمات مالتها بروتوزوا اللي هي تشمل جماعة التوكسو والليشمانيا والبلانتيدياسيس، هيلمنثيك زونوسيس مثل الهايدات الديزيز، anthropozoonosis اللي هو infection transmitted to man from lower vertebrate، zooanthropozoonosis infection transmitted from man to lower vertebrate. يعني الأمراض مشتركة، ما ممكن الإنسان يصيب الحيوان أو الحيوان يصيب الإنسان، بس عادة إحنا بالطفيليات هو الأنيمالز اللي يصيب الإنسان. أكو علاقة ما بين الطفيلي والهوست اللي هو المضيف، تتلخص بثلاث أوجه. host parasite relationship ممكن تكون symbiosis اللي هو شنو symbiosis؟ both host and parasite dependent on each other، يعني اثنيناتهم عايشين في مكان، اثنيناتهم واحد يستفاد من الآخر، يسموها symbiosis. الrelation الثانية هي commensalism، only the parasite derives the benefit and the host no benefit and no harm، يعني موجود بس ما يضره ولا يستفاد من عنده. عرفنا الفرق بين السيمبيوسيس والكومنساليزم. شنو مثال عندكم عن الكومنساليزم اذا تتذكروها؟ اسمع اجابه. النورمال فلورا بالبكتيريا، خذوها بالبكتيريا. النورمال فلورا موجوده بالكولون بالهيومن، بس هي مو كومنساليزم، هي سيمبيونت، لانه بعض البكتيريا تساهم باشياء مفيده للهيومن، حتى هضم او الدفاع او قتل البكتيريا الباثوجينيك بكتيريا هم تعتبر جزء من الريليشن شيب، فهي تعتبر سيمبيوسيس. والعلاقه الاخيره هي الباراسيتيزم اللي هو الباراسايت يستفاد على حساب الهوست،
and they always harm the host. هاي العلاقة هي العلاقة الطفيلية، واحد يستفاد والآخر يتأثر من هذه العلاقة، ممكن يتضرر أو يصير بي ديزيز أو even cause death. نشرح كل من الباراسايت بحد والهوست بحد، ونبدأ بالباراسايت. تسميات لازم نأخذها حتى نعرفها خلال المحاضرات مالتنا. إكتو باراسايت هو الباراسايت that lives at the outer surface of the host، اللي هي الإصابات اللي تصير بالسكين عادة، مثل اللايس والتيكس والمايتس. الإندو باراسايت اللي هي راح تكون داخل live inside the body، like الانتما بهستولوجيكا والانتروبيا فيرمكولارس الديدان. بعد obligate parasite، this parasite is completely dependent on the host، يعني ما يقدر يعيش خارج الهوست، لازم اكو هوست حتى يقدر يتكاثر وينمو. during assignment or all life cycle، مثل ايش؟ مثل الملاريا البلازموديوم، لازم يكون الهيومن موجود والموسكيتو حتى تكمل اللايف سايكل مالته، ما يقدر يعيش خارج الهوست. Facultative parasite هو بالعكس organism exhibit both parasitic and non-parasitic modes، يعني ممكن يكون إذا أكل host يلقاه يقدر يصير عليه طفيلي، أو non-parasitic host يكون a free living does not absolutely depend on the parasitic life، عنده جزء من الحياة مالته يكون non-parasitic life free living. Accidental parasite، parasite attacks any unnatural human، أنا نعرف أكل ديدان معينة تصيب إصابات محددة، خلينا نقول بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للحيوان، فمرات يكون accidentally هذا الباراسايت يصيب فد هوست هو مو بالضرورة يصيبه، مثل الهيمنولوبس ديمينيوتا اللي هي يسموها رات تيب ورم، تصيب الرات الجرذان وaccidentally infect human وسبب لنا إصابة. erratic parasite هو باراسايت يدخل للهوست بس wanders into another organs، ما يروح للتارجت مالت الاورجنز اللي المفروض يصيبه، يعني بما معنى اخر مثل اللي يتيح داخل الهوست مالته into to wander another organ which are not usually found، like الانتما بهستولوتيكا الاميبا اللي هي تنتقي عاده الاصابه مالتها بالانتستين وقد تصل الى الليفر اند the lungs. تكلمنا على الباراسايت، الآن نتكلم على الهوست. أول مرة خلينا نعرف هو شنو الهوست. الهوست defined as an organism which harbors the parasite and provide the nourishment and the shelter، يحمل الطفيلي ويوفر له المكان الحماية والتغذية. أكو عدة تسميات للهوست راح نمر عليها وشوية مهمة هاي. A definitive host هو الهوست that harbors the parasite in the adult stage، يعني هذا الهوست لما يكون عند الأدلت ستيج أو undergoes the sexual method for reproduction، هذا يعتبر definitive host حتى نقدر نميز عن other hosts. بعد عندنا host the intermediate host، راح تلاحظون باللايف سايكل مال الطفيليات بشكل عام نحتاج مو بس host واحد، نحتاج host قد يكون definitive ونحتاج ويا intermediate host اللي هو يعتبر vectors. harbor the larval stage، larval stage هي الشارنقة أو إحدى الأدوار باللايف سايكل مال الباراسايت. or an asexual cycle of development takes place. In some cases, larval development is completely into different. نحتاج مرة مرتين اثنين intermediate host أكثر. So يستجيهم التسميات the first intermediate host and the second intermediate host and so on. Paratenic أو يسموه the mechanical vector mechanical host. هذا يعتبر واسطة نقل اللي هو host that serve as a temporary refugee and a vehicle for reaching an obligatory host، يعني usually the definite host، حتى ينتقل او يسبب الاصابه ينتقل من 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 مضيف الى مضيف اخر يحتاج فد vehicle تحمله، مثل اذا تعرفون الفلايز الذباب اللي ممكن ينقل الاصابات، نفس الشيء هذا يعتبر باراتينيك او ميكانيكال فيكتورز، ينقل بدون ان ياثر، هو ميكانيكال يعني يقلع منا ما الى اي دور باللايف سايكل. ريزرفوار هوست، هذا شويه مهم الهوست راح نذكره باكثر من لايف سايكل. هوست ذات ميكس ذا باراسايت افيلبل فور ترانسميشن، يعني الريزرفوار هوست هو راح يعتبر سورس اوف انفكشن تو ذا اذرز. And a host and it is usually not affected by the infection، ممكن لا يصاب
لا يتأثر بهذه الإصابة، أو ممكن يكون ممكن هو من ينصاب، بس على الأكثر هو not affected by infection. Natural host هو الهوست that naturally infect with certain species of the parasite. نعرف أنه كل طفيلي يصيب human، يصيب الحيوانات الأخرى، الطيور أو حيوانات أخرى، فهذا يعتبر الناتشرال هوست بيناتهم. ممكن يصير اكستشينج إذا هو يعتبر طفيلي مسوي سبيشيز بريك ذا سبيشيز بارير، فراح يصيب أكثر من شخص، بهالحالة يكون مو هو الناتشرال هوست، بهالحالة راح يكون الأكسيدنتال هوست هو المشكلة مالته. هوست ذات أندر نورمال سيركمستانسز نوت انفكتد باي ذيس باراسايت، هذا الباراسايت المفروض يصيب أذر أنيمالز but accidentally infect the human and this is called accidental host. تكلمنا على الهوست وعلى الباراسايت، هسه ننتقل الى الافكت. هسه الباراسايت اذا راح يدخل للهوست شو ممكن يسبب لنا اي اصابه؟ شنو الافكت مالته على الهوست؟ اسمع اجابه من احد منكم. الو تشو دامج، أول شيء يسوي تشو دامج. تنزل محاضرة. حلو، يسموها ميكانيكال انجري، فيري نايس. تشو دامج، معظم الطفيليات هي حجمها شوية كبير، إذا نعرف هي ديدان بشكل عام، فموستلي يسبب لك تشو دامج اللي هو ميكانيكال دامج. حلو، اللي هو عادة يكون دايركت افكت اوف ذا باراسايت. عندنا دايركت وعندنا اندايركت، فواحدة من الدايركت هو ذا ميكانيكال انجري. ذا باراسايت مينز باي بريشر، ممكن يكبر يضغط على سيرتن داكتس او سيرتن بلاد فيسل، او حتى يسبب لنا تشو انجري بالتشو اللي موجود، هو مثل قد يكون بالليفر او ذا انتستين. بعد شو ممكن يسبب لنا الباراسايت؟ الو دكتور، systemic infection. systemic infection ممكن تكون local، ليش إلى systemic؟ لا احنا نريد دامج. هسه اخذه بشكل عام، اكو باراسايت دخل للهوست، قلنا اول شيء بسبب حجمه او بسبب تاثيره المباشر اكو ميكانيكال انجري، بعد ايش راح يسوي لك؟ دكتور هو ما دام اكو انجري يعني عنده immune response، هايبر سنسيتيفيتي يسوي له؟ لا very nice. يعني بتن عليه ذس ان اندايركت افكت. يعني شنو اندايركت؟ يعني راح يطلع انتيجينات وتشتغل عليه المناعه. احنا بدنا نحكي هسه على الدايركت افكت، وجوده في هذا التشيو ايش راح يسبب لنا؟ فيري نايس، اكو تفاعل كلش حلو عندكم، اساعدكم في الشيء. هي الديدان من راح تدخل شلون راح تعيش؟ الموارد مال الجسم، الريسورس مال الجسم. اذا ايش راح اسوي؟ راح اسوي شيرنج النيوترينت، وبنفس الوقت راح تطلع شنو؟ toxic materials. فممكن يصير secretions of toxic substance بالمكان اللي هي موجوده بيه، وتسبب لك الاصابه او تسبب لك other effect. والمهم كلش بانه deprivation of nutrients راح تشاركك بالاكل والغذاء والميتابولات مالت البروسايت، راح تسوي راح تكون toxic effect لها. فاذا ثلاث نقاط مهمه هو direct effect of the parasite on the body or the host. Mechanical injury because of the size or the direct effect بالتشو. اثنين secretion of toxic substance. وثلاثة واللي هي الأهم السويد deprivation of nutrient أو شاركك بالغذاء والشراب اللي أنت بتأخذها. على ذكر النقطة الأخيرة شوية نتناقش بيها. هسا إذا واحد البودي بيلت مالته طبيعي وصار عنده فد إصابة طفيلية وشاركته بالغذاء، هل نتصور بأنه هذا الباراسايت راح يسبب لك هاي النقطة، راح تلاحظ على هذا الشخص يصير بينه فعلا يتأثر بهذا الغذاء؟ لو شنو هو الهوست أو شنو هو الفاكتور اللي بالهوست اللي ممكن أنه يتأثر بسبب أنه أكو فد طفيلي يشاركك بالغذاء؟ إذا هو عنده مال نيوترينت لي قدام فأكيد حيتأثر، إذا هو ولد عنده مشاكل مع الغذاء. Very nice. بعد الايج له علاقه بالموضوع؟ خل اساعدكم شويه. طبعا دكتور اليونج ايج ما راح يتاثر مثل الاولد ايج. قصدك شنو باليونج ايج؟ يعني الشباب مو مثل الكبار. فيري نايس، زين هسه ننزل جو الشباب والاطفال.
الأطفال يتأثرون أكثر من اليوم. إذن هاي النقطة أكثر شيء تأثر بالأطفال، لأنه بيدياتريك إيج جروب معتمدين على الغذاء مالتهم حتى ينمو، خصوصا بالسنوات الأولى. فإذا دخل فد باراسايت يشاركهم بهذا الغذاء راح يتأثر كلش واضح. لذلك نشوف معظم الأطفال اللي ينصابون بالباراسايت رأسا يصير عندهم مال نيوتريشن أو ريتارديشن بالجروث مالتهم، اللي هو ما يمشون ويا أقرانهم ويا زملائهم بنفس العمر. لذلك نلاحظ بأنه الكومبيتينج ويا الغذاء راح تكون أكثر شيء تأثر على المالنورشد بيشنت، اللي هو الشخص يعني هو يجي أوريدي مالنورشد، أو بالنسبة للأطفال اللي هم أصلاً معتمدين 100% على الغذاء مالتهم ويدخلوا وياهم. أكو نقاط ممكن أنه شنو certain parasite تسوي deficiency of certain factors like vitamins or iron، فهذاني تكون specific بالنسبة للديزيز. مثلاً صار عندك نقص بالفيتامين بي أو نقص بالفيتامين دي، هاي راح تأثر بهالحالة بشكل واضح على ما راح يفرق العمر مال الشخص، لأن هو أصلاً راح يصير عنده ديفكت بسيرتين بالفود نيوترينت بالفيتامين معين راح يتأثر. لذلك راح نلاحظ الإفكت مالته من خلال الإصابة الباراسايت اللي تكون بهذا الشخص. Very nice. هسا أخذنا الدايركت إفكت وعرفنا شنو، نحكي على الإنديركت إفكت اللي هو ذكرتوها tissue damage due to immunological reaction and damage هذا caused by immunological response of the host like nephritic syndrome following plasmodium infection. لما يصير إصابة طفيلية أكيد الميون سيستم ما راح يسكت، فراح يبدي يهاجم. أكو certain parasite راح تكون intracellular بالتشو داخل خلايا الأنسجة، فراح لما يهاجمها الاميون ريسبونس راح يسبب لنا تيشو دامج وهكذا. النقطة الثانية اللي indirect effect excessive proliferation of certain tissue due to invasion by some parasite can also cause tissue damage، اللي هي المثال مالتها fibrosis of liver after deposition of ova of schistosomiasis. schistosoma توصل للليفر والإكز مالتها هناك يصير trapped، فالتيشو حتى جزء من البروتكشن ميكانيزم يفرز عليها او يسوي فد فايبروزس حولها حتى لا تسبب له ديزيز. بس هذا الفايبروزس ايش راح يسوي؟ راح يسوي بروليفريشن وياثر على التشو مالت الدبر، وهكذا بالنسبه للاذر الاصابات الاخرى حسب التشو اللي يصيبها. اكو بيسك كونسبت بالميديكال باراسيتولوجي. ميديكال امبورتنت باراسايت راح تتناقش من النقاط المهمه اللي راح نمر عليها هي منها المورفولوجي، هذا المفروض ناخذه بالعملي، وبس بعد ما اعرف شلون راح يصير الاتفاق انه ناخذ سلايدات عملي او لا. جيوغرافيكال ديستريبيوشن نحتاج ان نعرف جيوغرافيكال ديستريبيوشن وراح نناقشه. مينز اوف انفكشن طرق الاصابه، شلون راح الشخص يصاب من هذا الباراسايت. لايف سايكل طبعا مهمه وراح نذكر ليش اللايف سايكل مهمه. هوست باراسايت ريليشن شيب باثولوجي اند كلينيكال مانيفيستيشن اوف ذا انفكشن laboratory diagnosis and آخر شيء هو treatment and preventive and control measures of the parasite. هاي أكثر شيء تخص جماعة الميديسين، بس إحنا نتطرق لها بشكل عام. إذن قلنا geographical distribution، ليش يهمنا geographical distribution بالparasitology؟ دكتور فينا متراثرال ديزيز، مثلا واحد عنده متراثرال ديزيز شلون يعني؟ يعني مثلا واحد مثلا تضافر لبزيد مثلا مسافر ويجي مثلا صار عنده مثل باراسايت. Very nice. حتى يعرف بأنه certain disease موجودة في مناطق محددة من خلال السفر، ممكن أنه يعرف يأخذ العلاج يأخذ التريتمنت. والمثال الواضح إذا تعرفوه راح نذكر أكثر من مرة هو مثل الملاريا، موجودة في أكثر مناطق العالم بس أكثر شيء موجودة بالدول الأفريقية الملاريا الخطرة فالسيبارم. فهو يا ناس من يروحون لهناك لازم يأخذون measures محددة to protect themselves from the malaria. Very nice. بعد بالمهم بأنه حتى أنت من تركز جهدك بالتشخيص وبالعلاج أنه تعرف أنت من قاعد في منطقة بها إصابات هواية من الملاريا، راح تعرف معظم الكيسات راح تجيك هي from malaريا. وهكذا بالنسبة خلينا نقول الإسكارس أو الديدان الأخرى أو الأميبة، تعرف المنطقة اللي أنت قاعد بها شنو الإصابات موجودة بها. إذا هذا راح يعتمد على شنو؟ على the presence of food habits suitable for the host. Mostly أكثر شيء معظم الإصابات تعتمد على the presence
and food habits. مثل ايش؟ host specificity. اكو host مهم لهذا الباراسايت الموجود في هذا المنطقه، اذا التوزيع راح يعتمد. مثل ايش؟ Ancylostoma duodenale requires a human as a host, where Ancylostoma caninum require dogs. في منطقه قد يكون ماكو اصابه بها، ماكو dogs، ما راح يكون، ما راح تلقي Ancylostoma caninum، وهكذا. اذا host specificity حسب المنطقه الموجود بها. food habits، بعض الاشخاص ياكلون undercooked meat or even raw or certain vegetables اللي ممكن تعرضه للإصابة إلى أنواع محددة من الإصابات، مثل جنوب شرق آسيا هواية شغلات عندهم السي فود، وما سي فود أندر كوكت ميت يسبب لهم إصابات كل هواية، هي سبب الفود هابت. بعد easy escape of the parasite from the host، الباراسايت مثل ما يفكر أنه يدخل للهوست، ممكن أن يفكر شلون يطلع وينتقل إلى هوست آخر، اللي هي طرق الانتقال ما بين هوست وهوست. اثنين environmental condition اللي هي كلش مهمة، temperature and the presence of water, humidity, whatever بعد بالtemperature بالenvironment موجود قد تأثر على الباراسايت وجوده وعدم وجوده، and the presence of appropriate vectors or intermediate host. هذا المثال مالته ممكن نذكر الملاريا، ممكن نذكر الشستوسوما. الشستوسوما بالهارزية تحتاج intermediate host اللي هو السنيل، فلازم يكون هذا السنيل موجود في المنطقة، لذلك نشوفه الشستوسوما بالهارزيوسز موجودة في مناطق محددة هو حسب وجود الانترميديت هوست. نفس الشيء بالنسبة للملاريا اللي هو الإصابة تيجي عن طريق الموسكيتو البعوض، إذا ما موجود الموسكيتو أو ما تتكاثر في هذه المنطقة راح تقل الإصابات بالملاريا، وهكذا. شيء يهمنا أن نعرف باللايف سايكل بالنسبة للباراسايت. هي شنو اللايف سايكل أول مرة؟ اللايف سايكل it is the route followed by the parasite from the time of the entry to the time of host exit. Include outside of the host life. يعني من يدخل الباراسايت للهيومن لحد ما يخرج، وحتى خارج الهيومن أو خارج الهوست، هاي السايكل كلها لازم إحنا نكون ملمين بها. Penetration of the skin يعني الباراسايت هو نفسه the infective stage هي تسوي penetration للسكين، مو عن طريق البعوضة مثل النقطة الثالثة. مثل ايش عندنا؟ مثل الهوكوار موشستوسومياسيس طرق الإصابة هي عن طريق skin penetration. ثلاثة مود of transmission هو inoculation by anthropod vectors اللي هو المثال مالتنا الواضح هو الانوفيلس موسكيتو اللي سبب لك الملاريا. أربعة sexual contact هو trachomonas vaginalis ينتقل عن طريق sexual contact. And the last one is the mother to fetus transmission خلال فترة الحمل مثل toxoplasmosis and other disease that can be transmitted from the infected mother to the to her fetus. شباب أكو سؤال لحد الآن؟ بس العفو يعني ميكانيزم سو بينتريشن السكين لو يعني السكين بينجر وتدخل
ال penetration of the skin. النقطة الثانية لا، حتى إذا كان intact skin هي ممكن تدخل بي، لأنه عندها قابلية أن تسوي يعني إصابة كان pierce the skin، عندها إفرازات معينة تسبب أنه skin يصير بي، هي تسوي له injury وتدخل، مو إلا يكون اكو injury. دكتور بس النقطة الثالثة inoculation by arthropod vector اللي هي عن طريق البعوض او اني تيكس او اكو هوايه من الحشرات تنقل سبب الاصابه، مثل الملاريا اللي هي تصيب الانسان عن طريق العضه مال بقه. سامعين العضه مال بقه اللي تسبب لك ملاريا؟ بعد دكتور شنو الفرق بين الانترميديت هوست والفيكتور؟ الانترميديت هوست وفاكتور قد يكون هو نفسه، بس يبقى على حسب شنو اللي دي يسويه. الفاكتور هو يعتبر ناقل بشكل عام، فاكتور هو يعتبر ناقل. هل انه هذا الناقل يعتبر انترميديت هوست؟ من تقول انترميديت هوست لازم بهالحاله اكو جزء من اللايف سايكل دي تمر بي، بس اذا فاكتور ميكانيكال فاكتور هو لا، بس راح ينقله من مكان الى مكان اخر، مثل ما قلنا مثل الذباب اللي ينقل الاصابات. دكتور زين، الريسيفر هوست هم ممكن انه يكون مو انترميديت، يعني ممكن انه هو يصير ريسيفر بدون ما يكون انفكتد. الريسيفر هوست هو يعتبر مصدر للاصابه، ممكن يكون انفكتد وممكن ما يكون انفكتد. راح تجينا حالات بين نشوف الريسيفر هوست هو حامل للطفيلي ويصيب الاذرز بس هو ما تظهر عليه اعراض، يعني بهاي الحاله ما نعتبر انترميديت. لا ما يعتبر انترميديت، الانترميديت يعتبر انترميديت والريزرفوار هوست يعتبر ريزرفوار هوست. نكمل شباب لو بعدك اسئله. زين، نتكلم على الباثولوجي والباثوجينيسيس اللي هو عاده اللي هي اكو سيرتن فاكتورز ذات بلاي رول بالديزيز اللي ممكن يسبب لك اياه الباراسايت لما يدخل البودي. واحدة من عندها هي الهوست فاكتورز. certain host factors play a role بأنه هذا الباراسايت لما يدخل البودي ماتك راح يسبب إصابة أو لا. مثل إيش؟ nutritional status. أحد زملائكم قال أكو سماعة مفتوحة وتأثر علينا شباب. أو nutritional status إذا هو كان مال نرشت ويصير عنده إصابة مال باراسايت sharing food with him راح يسبب الإصابة كلش قوية. وإذا كان النيوتريشن ستيتس مالته فيري جود ممكن ما يصاب. اميون ريسبونس تو باراسيتيك ديزيز، المناعة مالته قوية ممكن يسوي بريك داون الباراسايت ورا الإصابة مباشرة. The immunostasis of the host whether there is immune suppression or not. يعني شنو؟ الحالة المناعية بالنسبة للشخص قد يكون هو مصاب بأمراض أخرى عنده اميون سبريشن، فبهالحالة راح الباراسايت يستفحل بالإصابة مالته. The presence of coexisting disease ما تلعب دور بانه قد يكون مرض او ممكن يكون physiological condition like a pregnancy اللي هو ممكن يسبب له فد state of immune suppression and تعرضه للاصابه بالباراسايت. والنقطه اللي ذكرناها وهي كلش مهمه the age and the level of the immune system at the time of the infection. الايج كلش مهم لانه هو راح يكون له اهميه من ناحيه انه هو immune response مالته راح يكون قوي او قليل بالنسبه للاطفال اللي نتكلم، وبهالحاله راح ياثر على النيوتريشنال ستيتس مالته. فالايج يلعب دور مهم بهاي النقطه، لذلك نشوف معظم الاصابات الطفيليه هي تصير عاده بالاطفال. اوكي، الباراسيتيك فاكتورز هن خمس نقاط. السايت اوف اتاشمنت اوف ذا باراسايت، المكان اللي راح ممكن انصيب من عنده الباراسايت، قد نلاحظ بانه اذا عن طريق السكين راح يسبب لك اصابه بالسكين، راح تروح للانتستين راح يسبب لك اصابه بالانتستين، تروح للليفر راح يسبب اصابه بالليفر وهكذا. The size of the parasite حجمه، كل ما يكبر حجمه طبعا كل ما يكون الباثوجينيسيس والباثولوجي مالته اكبر والديزيز يكون اقوى. And the number of the invading parasite، هاي هنا عندنا نتوقف شويه لانه نقطه مهمه نحتاج ان نعرفها شنو. يعني شنو the load of the parasite او the number of invading parasite؟ يعني كمية الإصابة، أنت إيش قد تعرضت to the infected stage من هذه الكمية. وكم مثال كنا كل سنة نذكره زملائكم،
عشان قاعدين نسولف بها لا بأس أنه نلطف الجلسة بعد 38 دقيقة من المحاضرة. كنا نقول إذا أحد من الزملاء عازم أصدقاء أو طالعين برا ياكلون، يلا خلنا نقول فد أي أكلة بسيطة، بين هو قاعدين ياكلون فلافل وياكلون زلاطة، بس الزلاطة كان بيها the infective stage of certain parasite. فذول الشلة اللي طالعين ثلاثة أو أربعة، أكو اثنين عندهم أكلوا بالزلاطة هواية، لحقوا بالزلاطة هواية، والباقيين أكلوا باقي الأكل. فالثاني يوم راح نلاحظ اثنين منهم انصابوا واثنين منهم ما انصابوا. ليش؟ لأن أكو ناس أكل الزلاطة أكثر من الباقيين، اللي هو أخذوا اللود عالي من invading parasite than the other. هنا مهم بأن نعرف اللود of the parasite. ليش؟ لأنه الإميون سيستم عنده فت قابلية أنه ممكن restrict the infection of عدد معين من الباراسايت. وراها من يعبر هذا العدد يصير عدد كل شوية بالنسبة له، فإذا الإميون سيستم ما راح يقدر يساعدك بهذا الشيء and the parasite will develop the infection. نقطة اللي براها اللي هي الباراسايت سترين. أكو certain parasite هو pathogenic أو highly pathogenic and parasite قد يكون non-pathogenic أو الإصابة ما قد يكون يعني تواجد مو ذات افكت قوي على البودي. Development and multiplication of the parasite inside the body. اكو certain parasite راح يدخل للبودي of the host، ممكن ما يصير عنده development or multiplication، يبقى في مكان منزوي وما يسبب لأي disease. مثل اللاحظة لا تعرفون مثل التوكسوبلازموسس بالنسبة للميل، أو معظم الناس هسه من تجي تفحصن توكسو تلقي عنده توكسو، بس هو ما عنده اي اعراض للتوكسو، لانه يروح في مكان التوكسو داخل انتراسيلولر وما يصير باي مالتيبليكيشن. ينتظر الاميون سيستم شويه يقل حتى ممكن تظهر اعراض، او حتى ممكن الاصابه يعني الانسان طول عمره ما تظهر عليه اعراض بس هو يكون حامل هذا الباراسايت. فهو يعتمد على الديفلوبمنت مالتيبليكيشن اوف الباراسايت انسايد ذا بودي، هل انه وصل للتارجت تيشو مماته، سوى ديفلوبمنت اوف ذا ديزيز، سوى مالتيبليكيشن، راح تظهر باثوجينيسيس اند باثولوجي. هاي النقاط اللي هي مهمة بالباثولوجي مال الباراسايت بالنسبة للإصابة الباراسيتولوجي. In general ذكرنا احنا ذيك الساعة بأنه شنو هي الباثوجينيسيس والباثولوجي اللي ممكن يسببها الباراسايت في الهيومن. ممكن نكروسيس، انزيمز برودوس باي سيرتن باراسايت سبب نكروسيس للتيشيو. تروما قلنا ميكانيكال انجري بسبب السايز. Allergic manifestation ممكن secretions of certain substance سبب لنا allergic manifestation. Physical obstruction حجمه كلش كبير صار على شكل ماس بحيث سوى obstruction للintestine أو obstruction of certain canal. Inflammatory reaction قلنا tissue يكون عنده inflammatory reaction to certain antigens of the parasite. And certain last point on certain parasite may cause cancer. Like Lonergan sinuses may induce bile duct carcinoma and schistosoma hematobium may cause urinary bladder cancer. So far so good. شباب وياي؟ ملاحظة بالنسبة للتسميات، راح تلاحظون اكو تسميات، طبعا هاي التسميات معظمها هي لاتينية لذلك تشوفون اسم شوي غريب، وهاي تسمى هذا مال التسمية الثنائية للسبيشيز والجروب مالته. اكو تسميات الديزيز شلون نسميه حسب الباراسايت اللي هو اللي يصيبه. Parasitic infection are usually designated by generic name of the parasite ending with either eases or oses. مثل الشيستوسوما بالهارزية هي نسميها شيستوسومياسيس، والتوكسوبلازما نسميها توكسوبلازموزيس. So toxoplasma is the infection is the parasite and toxoplasmosis is the disease. Schistosoma is the parasite and schistosomiasis is the disease. وهكذا بالنسبة لمعظم الإصابات عدا اللي عندها common name مثل الهوكورم، هي اسمها هوكورم ما عندها تسمية أخرى. قلنا بالهوست باراسايت بأنه the immune response للمال human against the parasitic infection يختلف من شيء إلى شيء. ممكن يكون protective بالحالة ويعطيك sterilizing immunity ينهي الباراسايت، or incomplete immunity or absence of effective immunity بهالحاله راح يكون يعني شد بين الباراسايت وبين الهوست اميون، يصير مرزين او يصير مرزين، او يكون harmful to the host. يعني شنو هو؟ فد excessive immune response بحيث هذا immune response يؤذي البودي اكثر مما هو يفيده.
والمثال مالته هو شنو عادةً؟ harmful host effect هي عادةً تكون hypersensitivity reaction. راح نلاحظ معظم الباثوجينيسز اللي قد تكون تظهر عليها أعراض معينة هو إضافة إلى direct effect of the parasite وجوده حجمه وsecretions ماسه وtoxic وsharing nutrients راح نلاحظ أكو حجم كبير من عندهن بأن هي due to the hypersensitivity reaction اللي هو immune response للparasite أو parasite product. أول واحدة هي anaphylactic reaction هو type 1. مثل إيش؟ راح تجي هاي التسميات هسه راح تتفاجئون بها بس بعدين راح تعرفوها وتصير كل سهلة بالنسبة لكم. tropical pulmonary eosinophilia, Loeffler's pneumonia, swimmer's itch, and anaphylactic reaction of the ruptured hydatid cyst inside the body. The skin manifestation اللي يصير بالحالة الانفيجن of the skin by the larvae of the hookworm, strongyloid, and schistosoma. هذول لأن الإصابة مالتهم عن طريق skin penetration فيصير عنده itching في المكان اللي ينصاب من عنده هو هذا الitching هو anaphylactic reaction due to introduction of the infective stage لهذه الباراسايت. بعد toxic effect cytotoxic effect اللي هو type 2 reaction hypersensitivity reaction الانيميا to malaria عادة من يصير destruction of the RBC يصير destruction خارج سيطرة البودي عليه وchronic myocarditis بالميجا كولون and Chagas disease بالتريبانوسوما immune complex mediated اللي هو type 3 hypersensitivity reaction responsible for development glomerulonephritis in malaria. الملاريا مرات تصير كرونيك وتسبب ديزيز يطول بعدين تأثر على الكلى جزء من التأثير مالتها على الكلى هو الاميون كومبلكس ديبوزيشن بالجلوميرولاي يسبب له جلوميرولونفرايتس بالاضافه الى الاميون كومبلكس ميدييتد نفرايتس تلاحظون بانه هو انتيجين انتي بودي ريأكشن يصير به ديبوزيشن بالكلى بالبيزال ممبرين اوف ذا كيدني عاده السبب لنا النفرايتس في معظم الديزيز مثل الليشمانيا تريكونوسيس اند شيستوسومياسيس والديليد هايبرسنسيتيفيتي ريأكشن عادة هو تايب 4 ريأكشن ريسبونسبل فور ذا ديفلوبمنت اوف باثولوجيكال ليجنز بالشيستوسوم سبيسيز اللي هي الايج لما تنحصر في تشو معين يصير عليها ديليد هايبرسنسيتيفيتي ريأكشن ويصير عليها فايبروسيس لوكال ليمفاتيك انفلاميشن ان فيلارياسيس انفلاميشن اوف ذا مسل ديو تو تريكونيلا and the survival and proliferation of the parasite. النقطة الأخيرة معظم الباراسايت يستفاد من هاي delayed hypersensitivity reaction حتى يبقى عايش ويعزل نفسه عن الهوست الاميون ريسبونس ومثل بما معناها انه يختل لانه هذا delayed hypersensitivity reaction هو راح يسبب له فد نوع من الغطاء حوله يبقى هو عايش داخله اذا قدر يستمر ويتكاثر ممكن يعني ينتشر بعدين بس عادة هو هذا تكون بالنسبة الى شلتر لفترة معينة وراها ممكن أن ينقتل. زين. أصلاً تكلمنا على باراسايت ودخل الهيومن للهوست وسبب إصابات وقلنا دايركت إفكت وإن دايركت إفكت. زين من إحنا عندنا إميون سيستم وتكلمنا على الإميون سيستم وذكرناه بالكورس الأول وأنتيجين وأنتيبودي وهيلبر وسيلولر وهواي نقاط. شلون الباراسايت قدر يستغل الاميون سيستم بحيث يبقى عايش داخل البودي. النقاط هاي راح تذكرنا بانه الاميون فيجن هو استغلال الباراسايت للاميون سيستم حتى يبقى عايش. اول شيء هو ممكن انه شلون يبتعد عن الاميون سيستم يدخل انتراسيلولر لوكيشن توكسوبلازما والليشمانيا تدخل داخل الخليه وبالحاله راح يكون من الصعب على الاميون سيستم ان يهاجمها واذا هاجمها راح يسوي ديستركشن للسيل. نقطة ثانية antigenic shedding. يعني شنو antigenic shedding؟ يعني الاميون سيستم ده هاجم فد انتيجين معين على السيرفس مال هذا الباراسايت. الباراسايت يقوم شو يسوي؟ يقوم يخلق من هذا الانتيجين ويسوي له سكريشن يسوي سوليبل انتيجين فيجي الاميون ريسبونس يهاجم هذا الانتيجين ويبقى الباراسايت ما متاثر. بعد antigenic variation الانتيجين دائما الاميون ريسبونس هذا الانتيجين الموجود على السيرفس مالته دائما يهاجم الاميون سيستم عليه فشو يسوي له يسوي فاريشن يعني يغير بالسيكونس مال الامينو اسيد يغير بالابيتوب مالته بحيث من يجي الاميون ريسبونس عليه يشوفه متغير فما راح يعرفه ويبتعد عنه. انتيجينيك ميميكري كلمه ميميكري يعني تشابه يعني يقوم يشابه فد انتيجين اوف ذا هوست يعني يعطي الشيستوسوما مثلا تطفد انتيجينز ميميكري
يشبه البودي، فيجي الاميون ريسبونس يلاحظ هذا الانتيجين هو يشبه الهوست، يشبه الهوم، فبهالحاله راح يعتبره يعني هوم فما يهاجمه، او اذا هاجمه راح يصير عنده فد اوتو اميون ديزيز او ستيت. النقطه الاخيره موديفيكيشن اوف ذا هوست اميون ريسبونس. لاحظوا بانه السيرتن سبستانس اللي ذكرناها اللي هي قد تكون توكسيك سبستانس اللي تفرز عن طريق الباراسايت بالاصابه لها تاثير مشابه للتاثير السيتوكاين والانترلوكينات اللي يصير بها سكريشنز اند كوميونيكيشن بين ذا سيلز. فلاحظوا بانه الباراسايت حتى يدخل الاميون ريسبونس، حتى يتفادى الاميون ريسبونس، يحفز بعض الخلايا تو سكريت سيرتن سيتوكاينز حتى يغير من الارم اوف ذا اميون ريسبونس. مثلا لاحظ بانه هو التي هيلبر 2 هي اللي تهاجمه وتسوي له ديستركشن، فهو شيء يسوي يحفز الخلايا حتى تحول الار من هيلبر 1 الى هيلبر 2 او من هيلبر 2 الى هيلبر 1 سوري. فبهالحاله هذا الاميون ريسبونس يحس بانه ما راح ياثر عليه فيقدر يبقى فتره عايش فتره اطول وهكذا. وهذا طبعا موجود عليه دراسات كلش هوايه، وهو لاحظوا بانه فعلا يسوي great modification بالاميون ريسبونس حتى يتفادى الاميون سيستم. اوكي شباب اسمع منكم كلمه اني دكتور، بس عفوا النقطه الثانيه تقدر تعيدها، انتيجينيك شيدنج. انتيجينيك شيدنج اوكي، انتيجينيك شيدنج عندك فيت باراسايت موجوده احد اسماء مالته موجوده توكسوبلازما او انتي اميبا، هذا الباراسايت على السيرفس مالته اكو سيرتين انتيجين دائما الاميون ريسبونس يجي هاجمه ويقتل عن طريقه. فايش قام شي يسوي هذا الباراسايت؟ يخلق هذا الانتيجين ويسوي له سكريشن، يعني ما يبقي على السيرفس مالته، يعني يسوي سوليوبل انتيجين، يذبه شيدنج، يعني شنو يعني يفقده، بحيث من يجي الاميون ريسبونس يلقاه بالفيلد بالانفايرمنت بس ما يهاجم شنو الباراسايت الانتيجين على السيرفس مالته. فبالحاله راح الاميون ريسبونس يلتهي بالسوليبل انتيجين اللي هو نفسه هو سبيسيفيك اليه، فما راح يهاجم الباراسايت. دكتور بلا زحمه، النقطه الثالثه هم النقطه الثالثه يغير من الانتيجينك مالته، يعني تعرفون هو شنو الانتيجين؟ هو بروتين بتسلسل معين مال امينو اسيدز. فهو لما لاحظ بان هذا الانتيجين دائما الاميون سيستم يهاجمه عن طريق هذا الانتيجين، فايش يسوي له؟ يغير بالستركتشر مالته، يغير بالاميون امينو اسيدز مالته السيكونس. بهالحاله راح يتغير الابيتوب، وتتذكرون معظم الاميون ريسبونس ياخذ الطبعه مالت الانتيجين اللي هو الستركتشر مالته التسلسل والستركتشر. فاذا اختلف هذا ما راح يقدر يشوفه، وراح يعتبره فد نيو انتيجين ولازم يبدي عليه اميون ريسبونس جديد وهكذا. فهو كل ما يبدي اميون ريسبونس جديد ممكن يغيره. دكتور يعني فد شيء يشبه هذا اللي كان يصير بالنايسيريا؟ النايسيريا من اتذكر كانت واحده من الباثوجينستي مالت انه تغير انتيجين. اعطيك مثال انا متاكد ما عندي، لان انا يعني مو كلش مطلع على شغله النايسيريه. الفلو انفلونزا فيروس، ولا انتم بعدكم ما اخذتوه، انفلونزا فيروس عنده هذا الانتيجينيك فاريشن، لذلك احنا كل سنه ممكن ان نصاب بالانفلونزا. ليش؟ لانه هذا الفيروس كل سنه هو يسوي انتيجينيك فاريشن على السيرفس مالته، فانت ايش قد تسوي ديفلوبمنت مال الاميون سيستم اجينست هذا الفلو يجيك سترين جديد وهم تنصاب من عنده، هذا يسموه انتيجينيك فاريشن. مثال اوضح يمكن بالنسبه لك. بعد نستمر. شلون نشخص الباراسيتيك ديزيز؟ اول شيء واهم شيء دائما نذكره بانه الباراسيتيك ديزيز يعتمد على نقطه محدده بينه الكلينيكال دايجنوزز او ذا امبريشن اوف ذا فيزيشن. انت تكون في انديميك اريا، منطقه مصابه او موجود بها هذا الباراسايت، وتفكر بهذا الديزيز. يعني ما معقوله انت في مكان ما جاء على بالك بانه اكو فد اصابات مال ملاريا او اسكارس، وانت تقول لهذا المريض بي اسكارس، انت ما شفت حالات مال اسكارس، بس بالمنطقه انت تحس بها بور هايجين والنظافه شويه متوقفه عندهم والامور شويه تعبانه، فبالحاله تتوقع انه ذيس ديزيز ممكن تظهر. فاول شيء نفكر بان ذيس از ان انديميك اريا فور سيرتن باراسيتيك ديزيز، لوك فور ذا كلينيكال
signs and symptoms. الخطوة الثانية اللي هو اللي يهمنا هو laboratory diagnosis. أكو direct method. يعني شنو direct؟ يعني أنه إيش الإصابة تشوفها بعينك أو ممكن تعزلها. مثلا إحنا بالبكتيريا إذا نتذكر باليو تي آي أو نأخذ blood culture نسوي culture على البليتة وشوف البكتيريا اللي طلعت. This is a direct diagnosis. هذا هو يسموه golden standard. أنت يعني كطبيب تريد تعرف بأنه شنو هذا الإصابة اللي تسبب لك هاي الأعراض، أنه تلقي مباشرة تشوفه أو تعزله، فراح يكون عندك direct. هو بشكل عام infectious disease بشكل عام هو التشخيص مالتها من خلال ثلاث خطوات: direct اللي هو تشوفه إله أو تعزله، direct تشوف جزء من عنده detection of the antigen أو detection of the molecular level مثل الـ DNA مالته، والindirect هو تشوف الإميون response إله، يعني تقيس الانتيبودي اللي يظهر against this infection. نعيدها: بالdirect عندك تعزله نفسه للباراسايت تشوفه أو تعزله، ما تقدر تشوفه أو تعزله سو ديتكشن إلى جزء من عنده، هو سو ديتكشن أوف ذا أنتيجين أو خلينا نقول نيوكليك أسيد مات الدي إن إيه مات، هذا اثنين بالدايركت. والإندايركت إذا اثنين ما دبرتهن ما لقيتهن هتروح للنقطة الأخيرة اللي هي الإندايركت ميثود، اللي هو تشوف ذا إميون ريسبونس تو ذيس إنفكشوس ديزيز هو الأنتيبودي. أوكي نبدأ بالدايركت ميثود. شنو هي السامبلات اللي ممكن تأخذها بحيث تفيدك بالتشخيص للباراسيتيك ديزيز؟ ممكن بالبلاد تشوف مالاريا، تشوف التروف والرينج ستيج والملاريا وتقدر تشخصها مباشرة بلاد فيلم تشوفها. ستول معظم الانتستاينال باراسيتيك ديزيز راح نحكي عليها، راح نلقي اما الاج او نلقي اللارفا معدها او ايفن نلقي الادلت ورم كلها ممكن نشوفها بالستول اكزامينيشن جهاز ستول اكزامينيشن. باليورين ممكن نلقي الاجز اوف شيستوسوما هيباتوبيوم بالهارزية. سبيوتم ممكن نشوف الاكس اوف باراغونيماس وسترماني، هاي كمثال طبعا هو راح تجي علينا اكثر من امثله بوقتها. سي اس اف ممكن تلاحظ به وجود تريبانوسوما بروسي. بايوبسي ماتيريال تعتمد على المكان، ممكن بون مارو، ممكن من السكين او ممكن من المصل، وكل واحده ممكن تفيدنا بتشخيص فد مرض معين. مثل بون مارو ممكن نشخص الليشمانيا. يوريثرا او فاجينال ديسشارج بالنسبه لل sexual transmitted disease اللي هي trachomonas vaginalis. This is an important samples اللي ممكن تنأخذ اللي هي general samples، ممكن نشوف بها direct parasite and you can diagnose directly. هنا the indirect method اللي هو عادة يكون immunological diagnosis. Skin test مثل التوبركلين تيست اللي هو intradermal injection of low volume of sterilized antigen of the parasite، and تلاحظ الارثيمة والانديوريشن راح يصير خلال 30 دقيقة، ممكن يكون immediate hypersensitivity or after 48 hours اللي يسموه delayed hypersensitivity reaction. بعد serological test اللي هو قلنا immune response للباراسايت both for mass and screening and case detection particularly during the chronic. انتوا اخذتوا السيرولوجيكال تيست بالإميونولوجي بالكورس الأول، فتعرفون الفكرة من إلايزا وما إلايزا بأنه ممكن نسوي كميات هواية تفحص بها وتقدر تتابع بها أكثر من إصابة. ممكن نسوي ديتكشن للأنتيبودي، ممكن نسوي ديتكشن أوف ذا أنتيجين. وبعدين أكو طرق تشخيصية أخرى اللي هي الكالتشر، هي عادة ما تستخدم للدايجنوزز، موجودة فور ريسيرش، وهسه دخلت عندنا المولكيولار تكنيكس اللي هي وصلت كانت ريسيرش بس هسه وصلت مرحله انه تدخل للدايجنوزز اللي هو عاده البي سي ار جماعته، اكيد اخذته من عنده بالبكتيريولوجي شرحوا لكم عليه. هذا بالنسبه لللابراتوري دايجنوزز. الكلاسيفيكيشن مالتنا ما راح نطول به، هو بقت لنا كم دقيقه. هو بنتكلم على الميديكال باراسيتولوجي، راح ناخذ الميديكال بروتوزولوجي اللي هو ديز وذ ستدي اوف ذا ميديكالي امبورتنت بروتوزوا اللي هي وحيده الخليه، والميديكال هيمنثولوجي اللي هي ديدان ديز وذ ستدي اوف ذا هيلمنس ذات وورد ذات افكت ذا هيومن، وان شاء الله عندنا محاضره وحيده هي ميديكال انتيمولوجي اللي هي الحشرات ذات ديز وذ ستدي اوف ذا ارثروبود ويتش كوز ان ترانسميتد ديزيزز تو هيومن.
البروتوزوا هي يوكاريوتيك يونيسيلولر اورجانيزم بيلونج تو ذا كينجدم بروتيستا اند هيلمنتس ار يوكاريوتيك مالتي سيلولر اورجانيزم بيلونج تو ذا كينجدم انيميليا، واللي هي قلنا قسمناها البروتوزوا اند هيلمنتس. الهيلمنتس راح ناخذ ب الميجر فاميلي هي نيماتود، وكل واحده راح ناخذ عليها مثال من عندها بالنسبه للنيماتود انتستاين النيماتود والسوماتيك اللي هو راح نبدي به ان شاء الله المحاضره القادمه. السيستود راح ناخذ الايكانوكوكس هايدات ديزيز اند اذر وورمز. تريماتود راح نتكلم على الشيستوسوما اند اذر تيشو تريماتود. للبروتوزوا راح ناخذهم بالفاميلي مالتها ساركوداينا ماستيغافورا سيليت اند سبوروزوا. الساركوداينا راح ناخذ معدها الاميبا والسيليت البارنتيديوم، والماستيغافورا اللي هي تشمل هوايه من الاصابات مثل الليشمانيا تريبانوسوما وتريكامونس وتراكامونس والجياردية. والسبوروزوا اللي هو يهمنا معدها البلازموديوم اللي هي الملاريا، توكسوبلازما كلش مهمه، كريبتوسبوريديوم اللي هو هسه ظهر عندنا بالجديد بسبب انخفاض مستوى المناعه ببعض الاشخاص، والايزوسبور ما راح نذكرها لانه ما عندنا اصابات موجوده معدها بالعراق. اشكر تفاعلكم وياي واشكر حضوركم. واني كويشن ريجاردينج ذيس ليكتشر اي ام ريدي.